اليوم الإطار التنسيقي ذاهب بخطوات استراتيجية تحاول هذه الخطوات أو يحاولون من وراء هذه الخطوات أن يعيدوا النظام الانتخابي، كذلك فيما يخص الانتخابات المزمع عقدها في 2025 في شهر 10 وفي شهر 11، حاول أن ينظمون أنفسهم فرص في فترات أخرى أو فرص أخرى من أجل أن يقفوا بوجه المشاريع التي قد تؤسس بالمقابل. وعلى هذا المثال أو من هذه الأمثلة هو التيار الوطني الشيعي وكذلك التحالفات أو الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى القيمة، كذلك الساحة السنية وإلى ما شابه ذلك.